أكد رئيس حزب جيل جديد والمرشح للرئاسية القادمة جيلالي سفيان، أكد بأن التصريحات التي أدلى بها سعيداني ضد الجنرال محمد مدين والمدعو توفيق قد تضرب بأمن واستقرار الوطن. كما أفاد جيلالي سفيان أن تكلم الرئيس بوتفليقة أمر واجب لوقف كل هذه التجاوزات. يزيد فطانية: ما همش التصريحات، يعني هو السيد سعداني هو اللي راه يهدد في الجزائر من خلال هذه التصريحات. والآن التساؤل، لماذا رئيس الجمهورية لم يتكلم، لماذا لم يتدخل في هذه القضية؟ ونشوف أن مؤسسة مهمة جدا لاستقرار البلاد وأمن البلاد، وهي يعني يتهجم عليها الأمين العام للحزب. ونذكر أنه الأمين العام للحزب هذا هو تحت سلطة رئيس للحزب، وهو رئيس بوتفليقة، ورئيس بوتفليقة كذلك هو وزير الدفاع. بعد الضجة التي أحدثتها تصريحات عمار سعيداني الأمين العام للأفلان والتي استهدف الفريق محمد مديان قائد جهاز المخابرات، عقد المكتب السياسي للأفلان برئاسة عمار سعيداني اجتماعا مغلقا لم يكن مبرمجا، حيث جدد من خلاله أعضاء المكتب السياسي للأفلان مساندتهم ودعمهم وتأييدهم لكل مواقف الأمين العام للحزب العتيد أحمد حفصية. سلام، ممكن يكون تصريح بعد تصريح معك؟ وجهة نظر الأمين العام واضحة عند المكتب السياسي، استمعنا إلى وجهة نظر الأمين العام ووافقنا على كل مبادراته وتصريحاته ومواقفه بجميع أعضاء المكتب السياسي. وما يهم المكتب السياسي والقيادة هو التوجه إلى الانتخابات الرئاسية ونجاح الأخ المرشح السيد عبد العزيز بوتفليقة. هذا الهدف تاعنا الأساسي. اجتماع المكتب السياسي اليوم عادي، هو استئناف لبعض القضايا اللي ما وصلناها في اللقاء الماضي، وبالنسبة لما يثار في وسائل الإعلام احنا كل حال المكتب السياسي برمته متضامن. من جهته أكد سعيد بوحجة الناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني بأن تصريحات عمار سعداني لا تلزم أعضاء الحزب، بل هي محض رأي شخصي يلزم الأمين العام سعداني وحده. تصريح إدلى به الأمين العام في الحقيقة هو الوحيد اللي يقدر يفسر هذا التصريح هذا، لأنه هو بعد صرح باللي هذا لا يعنيه هو بالدرجة الأولى، وبالتالي لا يلزم إلا سي سعيداني. وبالطبع كنقولوا لا يلزم، ما نجمش أنا نفسر تصريح داخل من اختصاص الأمين العام.